مدى شهر واحد فقط لحد الآن 350 معتقل من شبان أبناء البحرين ممن نالهم التعذيب والتنكيل في شهر واحد فقط، فما بالك على مدى سنين طويلة ولا زال الشعب يعاني. التعذيب ما زال مستمر وممنهج في البحرين نتيجة عدة عوامل. العامل الأساسي هو سياسة الإفلات من العقاب ودلالتها مرسوم بقانون رقم 56 السيء الصيغ. النقطة الثانية دلالة واضحة منع المقرر الخاص السيد إخوان منديز من دخول البحرين.